زي ما غطينا النادي الاهلي وشفنا اخر الاستعدادات لاستكمال البطوله الجمهوريه، ايضا نروح نشوف قطاع اخر، قطاع مهم، وده دورنا هنا نحن بنغطي كل قطاعات الناشئين في مصر. نروح لقطاع الانتاج الحربي بقياده الكابتن ماهر همام ونشوف اخر الاستعدادات ايضا لاستكمال بطولات الجمهوريه. احنا اتفاجئنا بقرار بصراحه توقف النشاط بالنسبه لقطاع الناشئين بعد ما عدينا مشوار طويل جدا، يعني في تحديات كانت بشكل كبير بالنسبه بعد موضوع كورونا وفيروس كورونا، يعني الاحترازيه اللي اتعملت بشكل كبير جدا على مستوى الانديه وعلى مستوى مصر، يعني من يمكن من الجهه السياديه رقم واحد للشباب الرياضه، وزير الشباب الرياضه، ثم اتحاد الكوره، ثم الانديه. احنا بالنسبه لنا كان في نظام محطوط احترازي بشكل كبير جدا في حته ان احنا بنامن ولادنا بشكل كبير، منعنا دخول غرف الملابس، معظم شغلنا كان في الملعب، حتى بالنسبه للاجراءات الاحترازيه للاعبين كل اللعيبه التزمت بشكل كبير جدا، مع اولياء الامور كمان ساعدونا بشكل كبير، وحتى احنا كجهزه فنيه واداريه كان في ضبط وربط على اعلى مستوى، وبدانا النشاط فعلا والحمد لله رب العالمين. ما حصلش اي اصابات من خلال ولادنا او حتى من خلال الفرق الاخرى، يعني احنا حتى الفرق اللي كانت بتيجي كنا بنسال في حالات عندكم، الحمد لله رب العالمين كانوا بيردوا علينا ما فيش حالات نتيجه الاحترازيه والالتزام اللي كان موجود بالنسبه للاجهزه الاداريه والاجهزه الفنيه على مستوى قطاع الناشئين. ففوجئنا بقى بقرار بصراحه وقف النشاط لحد 1/4. القرار ده كان على كل الانديه، وكانت في علامه استفهام بالنسبه لنا بصراحه من الناحيه الاداريه ومن الناحيه الفنيه ايه اللي حصل، وبعدين رمضان 14/4 وبعدين العيد وبعدين امتحانات اخر العام، الله يعني كده 1/4 انتهى المشروع او النشاط بالنسبه لنا بشكل كبير. فكانت صدمه بصراحه لمعظم الانديه، وعايز اقول لك ان كمان ما ينفعش احنا بعد ما وصلنا المشوار ده وكل الشغل اللي بنعمله ده عشان نطلع لعيب للفريق الاول او اثنين لعيبه للفريق الاول، حصل نوع من الاحباط بالنسبه للعيبه، خصوصا ان في لعيبه فعلا كانت على وشك تطلع مع الفريق الاول خلال هذه الفتره، الدنيا كلها وقفت، فاضطرينا ان احنا قالوا تدريبات تستمر وحسب التنسيق معاكم يعني، واذا كان في مباراه حبيه برضك ممكن تقدر تعملوها. طب ما احنا كنا نرجع للمشوار بتاعنا الاولاني، يعني ما هو تدريبات موجوده ومباراه حبيه، طب اللي جرى في الرسمي. فكان قرار انا شايف يعني قرار اللجنه الثلاثيه ما اعرفش اتعمل ازاي واخد بالك واتوضب ازاي، وبعدين حتى كمان ما بلغوش الانديه، يعني ما بلغوش الانديه ايه الاسباب؟ ما انت النهارده لما تيجي توقف نشاط اكيد هتقول لي انا بوقف النشاط عشان في كذا وكذا وكذا وكذا، والكلام ده يبقى مقنع بالنسبه لنا. ولكن مع الاسف احنا فوجئنا بالقرار وبناء عليه نفذنا طبعا، يعني بدأنا الأجهزة الفنية والإدارية إن إحنا هنعمل جدول من أول وجديد في ثلاث تدريبات خلال الأسبوع، على أساس إن أنا ما ضيعش مجهود سنة بالنسبة للولاد من الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية، وبرضك هنعمل جدول بالنسبة للماتشات الحبية، يعني هنشتغل لكننا بنشتغل في أجواء المسابقات مرة تاني. دي كانت اخر استعدادات قطاع الناشئين في الانتاج الحربي بقياده كابتن ماهر همام، اللي بنتمنى له كل التوفيق هو وكل لاعبي الانتاج الحربي.